احنا اجبرنا على ان احنا ناجر حلو وما لهوش علاقه بالمواد التموينيه اللي سياده المستشار قال عليها. ما هو اداك بسعر مخفض. لا لا ما فيش، ما انا بقول لحضرتك ده 2-3% وشرطا كان يرخص، ما كانش بيرخص، كان يبقى فيه رخصه وما حدش كان بيقدم على الرخصه اللي بتاخد وقت والمواد يعني كل القديم ده ما كانش ليه رخص؟ لا لا خالص 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 ولا هو نسبة كان في زمان، فكان في زمان الكلام ده كان في رخص وكان وكان في عندي مستندات يا فندم اوريها لك. كان في رخص؟ اه طب حتى لا. لو ما كانش في رخصه انت اجرت ليه وافقت ليه؟ ما هو ما فيش رخص. ما هو انا النهارده ما فيش الزام. ما هو ما فيش الزام. طب حضرتك اجرت ليه كمالك وافقت؟ انت ما عندكش الزام. اجبرت ان اجر كانت من الدوله. الدوله بتجبر فقط مين؟ بس والنبي يا استاذ شنودة صرحت انا مش عايزين نتطرق للمشاكل. لا لا انا هسمع. عايزين نبحث لحلول لصالح الدوله بعد اذن حضرتك. بس احنا مش هنخلص من القصص دي، احنا متعودين عليها. انا بس احنا عايزين نطرح حلول. بص في السؤال بص اللي حضرتك زي ما انا هسمع حضرتك وهدي حضرتك الوقت. تمام. هسمع سياده المستشار في الاخر. احنا متفقين بس أتمنى ان انا مش عايز او احنا مش عايزين حد يجور على حد. لا بس يا فندم هو بيعرض وجهه نظره باسانيده وحضرتك بتعرض وجهه نظرك. بس اقول حاجه بعد اذنك. احنا في مشكله وطن وكلنا نتحمل المسؤولية لهذا الوطن. متفقين مش مو يا استاذ شنودة. لا هقول لحضرتك الأخطر من كده. اتفضل. لازم الناس تفهم وتقدر المسؤولية اللي واقع على الجميع ايه. أنا مش عايز حد يقول ملك ومستأجر، لا يقول ابن مصر. ابن مصر نشوف قد ايه احنا بنخسر. بنخسر قد ايه في الضرائب العقارية يا فندم. مئات المليارات سنويا بنخسرها. تمام. من القانون. تمام. طيب مئات المليارات. أنا بس محتاج هرجع لحضرتك تاني برضو عشان ابقى سامع سياده المستشار. نقطه 59 سنه حضرتك كنت عايز توضحها وهنكمل كلام. انا عايز بس بوجه له السؤال لسبب بسيط قوي. اتفضل. تمام. هو النهارده قال ايه الفرق ما بين ال 59 سنه وايه الفرق ما بين قانون الايجار الجديد؟ نسمع يا استاذ مصطفى. هسمع. تمام. ما عشان كده سالته ليه 59 طالما هما الاثنين واحد. اشمعنى 59 سنه؟ ليه 59؟ ما هو تتدرج. طالما حضرتك عندك من العلم ده فانا بقول ليه 59 سنه؟ لك حريه تاجر سنه 2 3 10 اقصى حاجه. 59 ما هي اقصى حاجه. ما هو هيوضح لنا هيجاوبنا السؤال. انا اقصى عشان قانون الحكر. لا 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 ملوش علاقه بالحكر. شوف يا فندم اشرح لنا النقطه دي. اشرح لنا النقطه. تمام. لو هسمع حضرتك لو وصل ل 60 سنه اصبح في حكر للمكان، دخل تبع قانون الحكر فيبقى بالتالي اصبح المكان بحيازه. الحكر اللي هو بيتسمى في العرف وضع اليد يعني بالظبط حاجه شبيهه بكده. تمام. فده مبدئيا يعني. نرجع بقى لموضوعنا. اولا حضرتك وانت بتتكلم قلت هم 2 مليون شقه. لا هم اكتر من 4 مليون شقه. البيانات اللي ده الرئيس اللي قال ولا انا ولا انت. 4 مليون يا فندم. لا مفيش احصائيه حتى الان. حضرتك معلومه بس. سياده الاستاذ المهندس ايهاب منصور عند حضرتك والاعداد يراجع قال كل الايجار القديم 2.5 مليون وعندي ويراجعوا القناه يا فندم. انا عايز هو في اختلاف يا فندم. حتى الان انطلب ان يتم عمل احصائيات. تمام. حوالين عدد الشقق الموجوده والمحافظات موجوده. لغايه دلوقتي ما فيش احصائيه. الكلام بيتراوح. الملاك بيقولوا 2.5 مليون. تمام يا فندم. مش احنا والمستاجرين على ارض الواقع. الرقم ده هيفرق ايه لو هو 2.5 مليون او 4 وشويه؟ هو ال 2.5 مش قليلين في حد ذاته. 2.5 مش قليلين في حد ذاته. مش قليلين في الاخر يا جماعه. خلينا متفقين ان احنا بنتكلم هو عقاريه مصريه غير التجاري. احنا بنتكلم في السكني. اه ده غير لسه حجم التجاري.